بصوا بقى، احنا معانا كوبايتين دقيق سميد، كوبايه زبادي، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر او معلقه صغيره مش مليانه، ومعلقه كبيره بشر برتقال. بس هي دي اللي هتفرق في مقادير البسبوسه. لو انا شلت معلقه البرتقال البشر ده خلاص تبقى البسبوسه زي ما هي كده. دي مقدرنا ما فيهاش سائل. كوبايتين دقيق سميد، كوبايه زبادي مش علبه اللي عيرت بيها دقيق السميد، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمن، معلقه صغيره بيكنج باودر مش مليانه، وانا هضيف لها معلقه كبيره من بشر البرتقال، الحته الصفرة اللي بره دي عارفينها اللي صفرة ما تجيبيش على الابيض يعني بالمبشره كده الناعمه، وخدي بشر البرتقال من بره. طيب الشربات بتاع البسبوسه، انا بقى هنا اللي هعمق فيه طعم هنا. بشر البرتقال ده هيبقى حلو برده جواها، ولكن العسل هيضيف لي الطعم الاكتر او التجديد الاكبر. انا عندي هنا هعصر كوبايه من البرتقال على كوبايه ميه على كوبايتين من السكر على نص ليمونه، تاني كوبايه عصير برتقال وهحط عليها كوبايه من الميه، كوبايتين من السكر، نص عصير ليمونه، بس احط لها بقى شويه كده ايه برتقال، كام شريحه برتقال جوه كده ايه تغلي معاها، وفي الاخر ازين بيها تبقى خدت الايه، خدت السكر بتاع الايه العسل. تمام. فانا هحط هنا بسم الله بسم الله هما كده حاطين عليهم الميه، كوبايه ميه على كوبايه عصير برتقال، كوبايتين سكر، ماشي، عصير نص ليمونه، تمام. هحط معاهم كام شريحة برتقال عشان تاخد العسل بتاع الشربات ده، واخده استخدمه للزينة بتاعة الايه؟ بتاعة البسبوسة. طيب انا ممكن احط ده كمان، او ممكن احط ده كمان. بصوا ده كده، ده مقطع هنا شوية ايه، بصوا ده قشر برتقال كده مقطعه رفيع قوي، برضو هخليه ياخد العسل بتاعها. ده طبعا خلط سهل جدا جدا جدا. كوبايتين دقيق سميد، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمن، كوبايه من الزبادي، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره بشر برتقال، ورشه ملح، واقلب كله مع بعضه رشه بسيطه، ولازم يكون الملح ناعم خلي بالكم. تمام كده، واقلب ده كله تقليب جيد. ونقول مثلا النهارده، مثلا النهارده كان لازم يبقى مختلف. وعايزه اقول لكم في الاخر، هي تربيه، والله العظيم تربيه، تربيه واخلاق وتهذيب واصلاح. او هي مش هتتولد ما بتسمعش الكلام، ممكن تبقى مولوده عصبيه او مولود، انما ده بيجي ديك التربيه بقى دلع، انما جدلع، انما لما انا اعلمهم من الاول لا لازم تسمع الكلام. فرق بين العصبيه، هتعامل مع العصبيه بطريقه معينه، بس لازم اخليهم يسمعوا الكلام طبعا، عشان احنا ربنا يبارك لنا ونعمل الصح، نسمع كلام ربنا على طول. حاضر 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 حاضر.